يا غفور يا رحيم، أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يا علي يا عظيم، يا غفور يا رحيم،
أنت الرب العظيم، أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم، يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم، أنت الرب العظيم، أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلتها خيرا من ألف شهر، فيا ذا المن ولا يمن علي، من علي بفكاك رقبتي من النار، في من تمن علي وأدخلني الجنة، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب شهر رمضان، لا يغفر ما غير.
فإنه لا يغفرها غيره فإنه وعلى السراء والضراء